للمزيد ينضم إلينا رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي الأستاذ جمال الكشكي. سيد جمال، مرحبا بك معنا عبر قناتين. مساء الخير على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين يا فندم. إذن الرئيس السيسي يقول بأنه تهجير الفلسطينيين، يعني تصفية القضية الفلسطينية في ذات التوقيت، الجيش الإسرائيلي يوجه سكان قطاع غزة في الشمال بالاتجاه جنوبا. هل بدأ العدو أو الاحتلال بتنفيذ مخططاته وما تدعي ذلك؟ يعني خلينا نقول أنه هذه دعوات التهجير أيا كانت من أي طرف من الاحتلال أو يعني أيا كان، في النهاية هذا الأمر يعني مخطط قديم يتجدد، يأخذ أشكال مختلفة، لكن في النهاية هو يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وتفريغها من مضمونها. الدولة المصرية تعلم ذلك تماما، وبالتالي كما تابعنا السيد الرئيس والتأكيد على يعني هذه القضية، وقالها صراحة أنها تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية. وبالتالي هنا الأشقاء الفلسطينيين والأشقاء في غزة يعلمون ذلك جيدا، ولكن الصمود والثبات في الحفاظ على أرضهم، لأنه هؤلاء لا يبحثون عن هجرة، هؤلاء يبحثون عن دولة، والذي يبحث عن دولة لابد أن يتمسك إلى آخر لحظة، لأن كل ما يحدث من مواجهات منذ على مدار 75 عاما، هو الهدف هو الوصول إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية. وبالتالي هنا الثبات والصمود والاستمرار في الوصول إلى حلم إقامة الدولة الفلسطينية هو الأهم. التهجير والوضوح يصب في مصلحة الاحتلال ويشطب دولة فلسطين من على الخريطة، وبالتالي هذا أمر مرفوض، رقم واحد. رقم اثنين، فيما يتعلق بكل ما يقال، لابد أن نؤكد هنا أن مصر يعني وسيادتها ليست مستباحة، وأن الأمن القومي المصري هو خط أحمر لا يقبل القسمة على وجهات النظر، ولا يقبل يعني أي مزايدات على الإطلاق. ورقم ثلاثة، لا أحد يستطيع أن يغفل عبر التاريخ الدور المصري الكبير نحو الأمة العربية، وهذا ما أكده. وكان سيد جمال، مصر طبعا محاولات ناجحة للتهدئة في غزة. تحدث الآن بأنه الرئيس السيسي تحدث وقال بأن مصر مستعدة للتهدئة، للوصول لوساطة من أجل الوصول للتهدئة. كيف تنظرون لإمكانية أو تعاطي الأطراف مع المقترح المصري؟ يعني مصر تعمل على منذ اللحظة الأولى، تعمل على مدار الساعة. الرئيس أكد أنه الاتصالات مستمرة مع كل الأطراف من أجل التهدئة. مصر دولة يعني مسؤولة وتعرف كيف تتحرك، وتحركت بالفعل مع كل الأطراف، وتسعى لتحقيق الاستقرار، لأنها تؤمن أنه لا استقرار في الشرق الأوسط بدون استقرار القضية الفلسطينية. رسائل السيد الرئيس كانت واضحة إلى كل الأشقاء في فلسطين، أيضا واضحة إلى الأشقاء في العرب، واضحة أيضا إلى المصريين. ويعني مصر تلعب دور كبير جدا في نحو السلام، وهي دايما تمد أيديها إلى السلام، وحدث معنا بالفعل في 78 و79. ويعني مصر دولة يعني قوية، نعم تهدف إلى السلام، نعم، لكنها لن تعتدي، ليست دولة معتدية، وبالتالي لديها قواعد تتحرك من خلالها. العالم جميعا يعرف أنه الحل في القاهرة، وبالتالي كما تابعنا يعني ورأينا كل زعماء وقادة العالم يعني أجروا اتصالات مع القيادة السياسية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل الوصول إلى التهدئة واستئناف مفاوضات السلام ويعني حقن الدماء، لأنه هذا ما يقوم به الاحتلال. وليس فقط حقن دماء في منطقة غزة، ولكن الحديث الآن عن أنه الصراع قد يتوسع، وبالتالي تأتي هنا أهمية الدور المصري. يعني نعم، الدور المصري مهم، ويجري اتصالات لمنع التوسع بل للتهدئة، لأنه هذه الجولة جولة مختلفة. صحيح شاهدنا عبر التاريخ جولات كبرى، لكن علينا أن ندرك، وعلى المجتمع الدولي أن يدرك، وعلى الأمة العربية والمنطقة والإخليج بأكمله،
أن يعني كلما توسعت هذه الجولة كلما ازداد التأذين في الإقليم، بل اتخذ منحى ربما لا يعلم أحد نهايته. نعم، أشكرك جزيل الشكر رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي الأستاذ جمال الكشكي، شكرا جزيلا على كل هذه الإيضاحات.